بس ده ليس الأمر بيدنا يا داليا، حاجة زي دي. هذه الأمور بتأتي من القوى الكبيرة في العالم. ما أنت شايف ترامب هو عمال بيعمل إيه في الدنيا، وغريب إن يبقى رئيس أكبر دولة في العالم وأغنى دولة في العالم بيتصرف بهذه الطريقة، ويطلع قراراته على تويتات ويتجه إلى هنا ثم ينتقل إلى هناك. المسألة معقدة للغاية، ليست بهذه البساطة. العالم يعاد تشكيله الآن، والمنطقة بتاعتنا لن تعود كما كانت بعد الربيع العربي وبعد الأحداث التي جرت في مناطق مختلفة فيها. عينك على العالم.